محطات تاريخية لاحتلال فرنسي عسكري عاشته الجزائر في بداية القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1830 للميلاد. كرونولوجيا الأحداث لمدة 132 عاماً من الاستعمار وإلى غاية الثورة النوفمبرية، ثم جلاء فرنسا عن الجزائر. جرائم والله يندى لها جبين الإنسانية، أرجو أن تتحملوها وأن تتحملها أعصابكم وتتحمل نفسياتكم ومشاعركم، لأني والله مضطر إلى ذكرها. خربوها تخريبا متعمدا، كما يقولون مبرمجا منظما منسقا. هم لهم إيجابية واحدة، وهي أنهم بظلمهم الشديد وتخريبهم وتدميرهم وتقتيلهم وفداحة ما صنعوا أيقظوا روح الجهاد في الجزائريين. تاريخنا بعيون الآخر يقرأه لكم الدكتور محمد موسى الشريف في برنامجه صفحات من التاريخ الحديث، يومي السبت والثلاثاء 9 مساء على قناة الهجار، ويعاد خلال الأسبوع.